أيوة، كمان قلقانة على ريشاب مثلهم؟ على قد مو زعلانين، شوي تانية رح أزعل مثلكم. إجا ريشاب. شو هاد؟ شو هالمشهد الحلو؟ أنا هيك رضيان وحاسس بالهدوء. أنا كتير مبسوط بهذا الوقت، وقبل ما يروح الرجال اللي سرق حبيبتي على السجن رح روح لعنده وشوفه وش لوش لآخر مرة. مجرد التفكير بالموضوع وبعد ما شوفه عم يتوجع رح كون رضيان كتير ومحقق كل شي بتمناه من قبل. ريشاب، ماما ما صار شي. ماما عفكرة إذا بكت عيونك أنا رح أفقد الشجاعة. ليش عم تبكي؟ عم أبكي أنا؟ لا تبكي أمي، بما أني ما عملت شي غلط ما رح يصير لي شي. أنا رح أرجع على البيت وبكرة بتشوفي، ماشي؟ بريد تفهمي يا أمي هالحكي. مرت عمي بترجعكي، لا تبكي، كل شي رح يكون منيح. ماشي، ما رح أبكي أبداً، خلص ما رح أبكي، لأني بعرف إذا شفتني عم ببكي رح تزعل وتبكي أنت كمان. ما رح أتحمل هالشي، بعدين أصلاً مو منيح أنه أنا أبكي قدام ولادي. ما رح أبكي، أنا قوية، وإذا ضليت قوية أنت رح تكون قوي كمان، صح؟ بس أنا أمك يلي بتحبك ويلي شايفتك زعلان ومقهور قدام عيونها وشايفة شو اللي صاير فيك، وما عم بقدر أعمل لك شي، والمفروض أني ساعدك وأحميك، بس أنا مو قدراني، مو قدراني ساعدك بأي ليش شيء. ليش عم تحكي؟ مو قدراني، أنا آسفة. أمي لو سمحتي لا تحكي هيك، ليش مفكرة أنك ما سويتي شي؟ اليوم أنا واقف هون بكل شجاعة ومو خايف من المحكمة. ليش؟ لأنه أنتي علمتيني ضل قوي ومتماسك، أنتي علمتيني كون مبسوط، مو مهم قديش في مشاكل، ما لازم إيأس، مو أنتي علمتيني كل هذا الشيء؟ صح؟ ليش عم تبكي؟ ما رح يصير علي شيء، هذا إجراء شكلي ولازم يصير، كل شيء تمام. مزبوط كلامك ريشاب، بس أنت اليوم محبوس وبعد شوي جلسة الاستماع تبعك وأنا مو قدران أساعدك. مرت عمي لو سمحتي لا تحكي هيك، لا تقولي إنك مو قادرة تساوي أي إشي، لأنه الأم فيها تساوي كل شي مشان ابنها. دعوات الأم عندها القوة لتعمل كل شي وطالع ابنها من كل المشاكل، ودعواتك رح تحمي ريشاب اليوم ورح يطلع بريء أكيد ويرجع معنا. أمي أنتي بس تكوني معي، ما حدا فيه يقرب علي ويأذيني، صح؟ بكفي بكفي، خلص ماما، خلص. لا تتركني ابني. لا عاد تبكي. عفوا لو سمحت اتركه لابني لانه بريء، بترجاك اتركه، اتركه لابني، هو ما عم يشي، بترجاك تتركه، ابني امي بريء. ما رح يصير شي، بترجاك. صار لازم نفوت هلا لجوا، لو سمحتي ما رح يصير شي، انا عم خبرك اطمن. لو سمحت بسرعه.